رسمتك دائما تنظلم بالتصوير، يصير عليها انعكاس والالوان ما تطلع نفس ما هي. تعالوا، اذا كانت رسمتك بالابيض والاسود، هاي رسمتي بالرصاص سنه 2015. المهم نثبت الرسمه على الجدار بشكل عمودي، نطفي اضاءه المكان. تضع الاضاءه اما عموديه او جانبيه، لا تضعها في الامام، لا راح يصير عليها انعكاس ضوء. تضغط على تعديل تشبع او الساتوريشن وتقلل الاخير بحيث تكون الصوره ابيض واسود، بعدها شويه تعديلات على الاضاءه وهاي الصوره. زين، اذا كانت اللوحه بالالوان هنا السالفه شويه معقده، بس ما عليك انا راح اسهل لك اياها. للاضاءه درجات من الحار والدافي والبارد، هاي الاضاءه الحاره وهاي اللي نقاب اشعه الشمس المباشره وبعض الجلوبات، وهاي الصفرج اللوحه، وهاي الاضاءه البارده وهاي اللي نقاب مناطق الظل وبعض الجلوبات، هم مو صالحه للتصوير. هاي الاضاءه الدافيه والصالحه للتصوير، اما عندك مصباح دافي او تصور العصر كون الاضاءه دافيه. هاي الصوره اللي صورناها قبل شويه وهاي نسبه شبهها 80% من اللوحه الاصليه، اما هاي الصوره انا مصورها بكاميرا وهي نسبه شبهها 95% من اللوحه الاصليه. الشبه مو بس بالالوان، حتى بالسموث. هاي الصوره تحس بيها هواء، حتى الوانها هيك. اما هاي بيها حديه، والسبب لانه كاميرا الفون تعطي حديه. فاذا عندك كاميرا تجيب اللوحه تحت اي اضاءه وتضبط بالكاميرا شيء اسمه وايت بالانس، هو حيضبط لك الاضاءه ويعطيك الوان حقيقيه. وشكرا، باي.